السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله متتبعي القناة. ان شاء الله اليوم غادي نوجدوا واحد البيني اليوم تيجيو رائعين اللي ممكن اننا نستعملهم في فطور العيد او لا الكوتي او لا اللي تيجيو خاويين من الوسط، ممكن اننا نعمرهم بلا كريم. يعني واحد اقتراح اللي هو رائع، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. الا كنتو اول مرة كتشوفوا القناة او لا زوروا القناة، ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم، هكا كتشجعوني وان شاء الله نشوفوا لا فيديو مجموعين على بركة. ودابا ندوزو للمكونات اللي غادي نحتاجو. عندنا هنايا 500 غرام ديال الدقيق ديال الفرص او نصف كيلو، عندي هنا جوج بيضات، عندي واحد الكميه اللي غادي نحتاج للعجين، يعني ما عنديش كميه مضبوطه. انا هنا درت كاس دافي ديال الحليب، ممكن ياخذ لي اقل، ممكن ياخذ لي الكاس كله، يعني الحليب حسب العجين، مهم يكون دافي. عندي هنا واحد الساشي ديال الفاني، عندي واحد الخميره ديال الحلوه اولا، واحد الساشي ديال البيكنج باودر، الخميره اللي كنستعمل في الحلوى. عندي هنا قريصه ديال الملحه، عندي 100 غرام ديال الزبده اللي هي مذوبه، عندي 3 د المعالق ديال السنيده اولا السكر حبيبات، وعندي خميره الفوريه ولا خميره ديال الخبز، ممكن تستعمل هذه اولا ديك المعجونه. انا درت هنا معلقه كبيره ودرت معاها نص، يعني معلقه ونص على حسب الجو. دابا الجو بارد، انا استعملت معلقه ونص. في الايامات العاديه تقدري تستعملي غير معلقه، ممكن تنكهي بدل الفاني القشره ديال الحامض، يعني هاد الفاني غير كنكهه، يعني ممكن القشره ديال الحامض كتعوضو. دابا غادي ندوزو على بركه الله. دابا غادي نوضع هكا قصريه ديال العجين ولا باسينه، غادي نوضع فيها هذيك 500 غرام ديال الدقيق، يعني المواد الجافه هما الاولين. ندير حفره في الوسط. صافي خديت انايا هنايا قصريه، درت فيها المواد الجافه هي الاولى، درت الدقيق، درت السنيده، غادي نلوح عليها هاد الفاني ونا الخميره. هنا الخميره ديال الحلوه والقرصه ديال الملحه، على بركه الله. غادي نبداو غادي نحركو المكونات ديالو، دي كميه ديال الزبده اللي عندنا والبيض. غادي نحاول انني نجمع الخليط غير بعدو بما نزيد الحليب، فصراحة كيجي هاد البيني رائع، يعني ممكن اننا نعمرو بلا كريم باتيسير، ممكن اننا نعمرو بالكونفيتور، ممكن يعني شحال من اقتراح في العمارة ديالو، حيتاش كيجي من الوسط خاوي، فهذا كيعطيك انك كتعمري ديرو لو غير تقيبة هكا بالبرشو تعمري، كيجي ساهل في الخدمة نتاعو لو بغيتي تعمريه. على بركة الله الحليب دافي، صافي انا راه جمعت العجينة، ودلكتها حتى كتجمعت ليا هكا، كتجي واحد العجينة اللي هي رطبة قريبة للعجينة ديال البطروط. صافي انا جمعتها، هاي الكمية اللي خدات لي ديال الحليب، يعني انا كيف قلت لكم من الاول ما غاديش نعطيكم تقدير الحليب، حيتاش تقدر تاخذ الكاس او لا اقل من الكاس او لا اكثر. صافي انا غادي نجمع غير العجين هكا، وغادي نخليها نخطي، وغادي نخليه يرتاح ويختمر لمده نصف ساعه، وغادي ندوز للمرحله الثانيه ديالي. من بعد ما خليت العجينه ديال البني كترتاح واحد نصف ساعه، غادي ناخذ مرش صحن الله سطح العمل شويه ديال الطحين، غنحاول نسرحها. صافي انا العجينه انا سرحتها بهذا السمك هذا، يعني مغليضه ما رقيقه، هو السمك ديالها. صافي غادي نبدا نقطع دوائر،
ممكن مربعات، ممكن غير هو البيني حنا معروف لنا انه دوائر هكذا. فصراحة ممكن اننا نعمرو كيف قلت لكم لو كونفيتور، ممكن لا كريم باتيسير، ممكن اي حاجه، ولكن راه كيجي رائع، تيجي مخاوي من الوسط، يعني كيعطيك مجال فاش كتعمريه. صافي راه انا قطعتو كله دوائر، دا كنحاول نخطو نحطو في منديل ونعاود نخطيه ونخليه واحد نصف ساعه كيختمر فيها ولا كيتضاعف الحجم ديالو اكثر من هكا واحد جوج المرات. صافي وندوزو نقليه. كاين اللي تيطيبو في الفران، كاين اللي هكا، ولكن انا ان شاء الله غادي نقليه، غادي نقليه وغادي نشوفو دابا منين غادي يخمر ونبداو نقليه كي غادي يجي ان شاء الله. خليته ملي قطعنا خليته توكا نرتاح، يعني توكا نضاعف الحجم ديالو. درنا مقلات كتسخن من فوق النار فيها الزيت، بديت كنطيبو هاد البيني، غير هو كان ما خصناش نغفلو عليه، يعني دغيا طيب ملي تنحطو كيتنفخ. صافي كنبقى نطيبو دغيا، يعني عيني بالي معاه، غير كنحطو صافي، تنحاولو اننا نقلبو تقليبه هكا خفيفه ونحيدوه. نحاول نطيبو وحدين اخرى باش تشوفوا كيف تيجيو هاد البيني ديالنا، يعني في الطياب ديالهم ما كياخدوش الوقت. كان غير كنحطو كيف كتشوفوا هو كيبدا كيتنفخ، كنحركوه شويه وتنقلبوه، يعني دغيا 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 تيوجد. وهكذا انا غادي نكمل هادوك لي بيني كلهم اللي عندي بنفس الطريقه ان شاء الله. وغادي نتلاقاو في طبق التقديم، في الطبق النهائي، يعني بحال اش تيجيو هاد لي بيني ديالنا. ممكن اننا نصايبو لا كريم، يعني الكريم عباره على لا كريم باتيسير او لا كريمه اللي كريمة الحامض او اي كريمه كنفضلوها، وتنعمروهم حيت تيجيو خاويين من الوسط. يعني ممكن اننا نعمروهم، ممكن اننا نقدموهم هكا ونزينوهم الطريقه اللي بغينا، يعني التزيين كيبقى على حسب الاختيار. لي بيني ديالنا هو موجودو كيف كتشوفو، كيجيو خاويين من الوسط، يعني ممكن اننا نعمروهم كيف قلت لكم. انا اختاريت نزينهم غير بالسكر سنيده، ممكن شوكولا، ممكن اي تزيين. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه.